أهلا بكم مجددا في هذه الفقرة. نستضيف الدكتور خالد الشقراوي وهو مدير مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، وحديثنا سيكون مرة أخرى عن العلاقات المغربية الإفريقية، حيث أجرى الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا محمد بوهاري. والنقطة الأولى في هذا الاتصال تمثلت في اطمئنان الملك محمد السادس على الحالة الصحية للرئيس النيجيري قبل أن يتباحث قائد البلدين بشأن عدد من القضايا المشتركة في البعد السياسي والاقتصادي كذلك. دكتور الشقراوي، كيف نقرأ أو الدلالات التي يمكن أن نستشفها من خلال هذه المكالمة الهاتفية فيها البعد الإنساني للعلاقة بين القائدين وفيها كذلك تعزيز محور رباط أبوجا؟ بالضرورة يعني الجانب الإنساني مهم للغاية، خاصة وأن العلاقات البينية الإفريقية تعتمد بشكل كبير على هذه العلاقات الحميمية والعلاقات الثقافية وغير ذلك، والمغرب سباق في هذا الإطار على مستوى تمتين هذه العلاقات. الرئيس بوهاري يعاني من وعكة صحية وهو يعالج في بريطانيا منذ عدة أيام، وبالتالي كان من الضروري وكان من اللائق أيضا أن يهتف من لدن مجموعة من رؤساء الأفارقة، وفي هذا الإطار تأتي المكالمة الملكية. لكن المكالمة الملكية نعم هناك الجانب الإنساني وتقصي أحوال ووضعية الرئيس بوهاري، ولكن أيضا تتمة للعمل الذي قام به الملك في الزيارة الأخيرة لنيجيريا والمشاريع الضخمة التي وقعت فيما بين الدولتين. وفي هذا الإطار هناك المسألة الجديدة التي طرأت بعد زيارة نيجيريا، هي رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ثم ثانيا المسألة المهمة والمكملة لهذا الرجوع وهي طلب المغرب الانضمام إلى المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا. نفصل في كل نقطة على حدة دكتور الشقراوي فيما يتصل بجديد المشروع الاستراتيجي، طبعا المشروع المتصل بخط أنابيب الغاز الأطلنطية المغرب نيجيريا، وحرص الملك محمد السادس شخصيا على متابعة تقدم هذا المشروع. أولا هناك مسألة مهمة وأصبحت لازمة على مستوى المشاريع التي يدشنها صاحب الجلالة سواء في المغرب أو في البلدان الإفريقية، وهي تتبعه الشخصي عبر آليات للمراقبة وللتتبع، كما حدث ذلك وبالأساس عند زيارته لأبيجان الكوت ديفوار فيما سبق، حيث أنه وضعت مجموعة من الآليات في هذا الإطار للتتبع، وهناك لجان للتقصي وللتتبع حتى على مستوى وزارة الخارجية، وهناك أيضا لجنة ما بين وزارية تتبع هذه المشاريع. في هذا الإطار هناك مسألة أخرى مهمة للغاية، وهو أن مشروع ربط الغاز ما بين نيجيريا والمغرب عبر الأطلنطي ليس فقط مشروع سياسي، ليس فقط دعوة لإنجاز مشروع على الورق، ولكن لابد أن يتم على أرض الواقع، خاصة وأن هناك مجموعة من الأحاديث ومجموعة من الأقاويل التي تقول بصعوبة إنجازه وغير ذلك. نعم هناك صعوبة تقنية، هناك صعوبة سياسية، لكن البلدين سائرين في هذا الإطار، والآن هناك انضمام يعني للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في هذا الإطار، على أساس أن وقع اجتماع للجنة المتتبعة لهذا الأمر ما بين النيجيريين والمغاربة ومجموعة من الشركاء الاقتصاديين الدوليين في الدار البيضاء في ديسمبر الماضي، هناك مجموعة من النتائج التي توصلوا إليها، وبالتالي لا بد من المرور قدما نحو إنجاز هذا المشروع. أولا على مستوى إيجاد الآليات المالية لطرحه، ضرورة طرح مجموعة من الدراسات التقنية لترتيبه، ثم أيضا الأبعاد السياسية التي سوف تنتج عنه، علما أيضا بأن هذا المشروع، لأنه يجب أيضا أن نذكر الناس بأن المسألة لا ترتبط فقط بجلب الغاز من نيجيريا وتصديره عبر هذا الأنبوب نحو المغرب وبالتالي نحو أوروبا، المسألة ترتبط بنموذج جديد على مستوى الأنابيب المرتبطة بالقارة الإفريقية، على أساس أن هذا الأنبوب أولا سوف يرتبط بمختلف الدول المطلة على الأطلنطي سواء كانت منتجة أو مستهلكة، وبالتالي بإمكانها أن تصدر إذا كانت منتجة أو أن تستورد إذا كانت مستهلكة. ثانيا وهنا يجب أن نعلم شيئا أساس، أن غرب إفريقيا ما يزيد عن 85% من أراضيها لحد الآن لم يصلها الكهرباء، يعني مجموعة من القرى مجموعة من المدن تعاني من هذا المشكل، والغاز حاليا يعتبر الآلية الأساس والأقل كلفة وأيضا يعني أقل ضررا بالبيئة، وهو ما تعهده المغرب في الكوب 22 في مراكش وأيضا قمة العمل الإفريقية. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الأنبوب سوف يرتبط أيضا بمشاريع اقتصادية مندمجة في مختلف الدول التي يمر بها، بالأساس مرتبطة بمجموعة من
بين الصناعات إما الكيماوية أو الصناعات الغذائية، وبالتالي فهذا المشروع مرتبط بتحدي مهم للغاية هو الأمن الغذائي لهذه المنطقة، وربما سوف نوسعه إلى مجالات أخرى في القارة الإفريقية. نقطة أخرى تم التطرق إليها خلال هذه المكالمة الهاتفية والمتصلة بإطلاع الملك محمد السادس للرئيس بوهاري على مضمون جولته على إفريقيا، إلى أي حد هذا التواصل بهذا العمق وإطلاعه على نتائج هذه الزيارة سيقرب أكثر من أو سيمتن بشكل أكبر العلاقات بين الرباط وأفريقيا؟ مفتاح هذا الموضوع هو كلمة مفاتئة الملك يرددها في كافة خطاباته المتجهة لإفريقيا أو المتجهة للمغرب، وهي مسألة الاندماج والثقة والتعاون والشراكة. هذه الكلمات هي الأساس، وبالتالي لا يمكن للمغرب، والمغرب بهذا التواصل يؤكد أنه يشارك حلفائه، يشارك شركائه السياسيين والاقتصاديين في مختلف القضايا السياسية والقرارات بالريادة كما جاء. نعم. كما تم التسطير عليه، والهدف هو أن بالضرورة تكون القارة هي الرائدة. بالضرورة، لأن الهدف الأسمى هو القارة الإفريقية، وليس شخص من الأشخاص، وليس دولة من الدول، وليس نموذجا اقتصاديا من النماذج. يجب أيضا أن نعلم بأن نيجيريا، وفي هذا الإطار على مستوى المجموعة الاقتصادية الغرب إفريقيا، تعتبر الدولة الرائدة، هي أكبر إنتاج وطني خام محلي بحوالي تقريبا حوالي 400 مليار دولار، يعني تقريبا ما يزيد عن 75% من ناتج الدخل للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، تتبعها بعد ذلك غانا، ثم الكوت ديفوار، ثم السنغال. المغرب بدخوله إلى هذا المنطق وفي إطار تشاور دائما وتكامل تبادل المعلومة مع هذه الدول، سوف يمثل الدولة الثانية ما بعد نيجيريا، وبالتالي نيجيريا تصبح حليفا أساس في هذه المنظومة، كما أن نيجيريا لعبت دورا كبيرا في رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي، وبالتالي أعتقد بأن هذا هو منظور في إطار الشراكة، في منظور في اندماج، وفي أيضا اتخاذ القرار في إطار جماعي وليس في إطار أحادي، وفي إطار المصلحة العامة وليس في إطار مصلحة دولة أو قطاع معين دون قطاع آخر. إلى أي حد تمتين العلاقات بين الرباط وأبوجا سيزعج بعض الجهات التي تعتبر بأن نيجيريا كانت تعتبر بأن نيجيريا هي خط أحمر وهي عصية عن التواصل مع المملكة، والآن نحن نشاهد هذا الاتجاه وهذا المنحى الذي أخذته العلاقات المغربية النيجيرية. يجب أن نعلم أيضا بأن نيجيريا هي أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، في بعض الأحيان تكون في المرتبة الأولى والجنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، وقد يتبادل، والعكس صحيح أيضا في بعض المراحل الأخرى. إذن هي دولة فاعلة، هي معادلة مهمة وصعبة على مستوى القارة الإفريقية، إن على مستوى عدد السكان، إن على مستوى الإنتاج الخام، إن على مستوى القوة الاقتصادية، أو على مستوى الإمكانيات المالية والاستثمارية التي بإمكان نيجيريا أن ترصدها على مستوى التنمية الإفريقية والتنمية المحلية. نيجيريا بإمكانها أن تصبح مستثمرا أساس على مستوى المجال الداخلي الإفريقي. نعم، ربما قد تزعج بعض الأحلاف وبعض العلاقات السياسية المتناقضة مع المصالح المغربية، لكن هذا أعتقد بأنه منطق براغماتي أكثر منه منطق مصلحي لحظي. يجب أن نعلم أيضا بأنه منذ السابق والمغرب يهتم بهذا التواصل ما بين الرباط وأبوجا، لأنه في السابق كان هناك مشروع أيام الراحل الحسن الثاني، كان مشروع الطريق وربما طريق سيار طنجة ليغوس، وكان مهما للغاية في وقته، لكن نظرا لمجموعة من المشاكل ونظرا للتناقضات السياسية التي كانت تحصل فيما بين بعض هذه الدول والمغرب لم يتم هذا الطريق. ولحد الآن أكبر مشكلة تعاني منها الدول الإفريقية هي مستويات التواصل فيما بينها، إن على مستوى التواصل السياسي وعلى مستوى المعلومات، وأيضا على مستوى البنية التحتية حيث لا توجد، وهذا يعرقل بشكل كبير إمكانيات تطور الاندماج الاقتصادي في هذه الدول. المسألة مهمة أيضا، يجب أن نعلم الآن الاتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا يمثل التبادل فيما بين دوله حوالي 10%، لكن 10% هو الاقتصاد المهيكل، لكن مستويات التبادل فيما بين هذه الدول 75% على الأقل منها هي غير مهيكلة. إذا هيكلت هذه 75% سوف ترتفع النسبة إلى مستويات دولية مهمة للغاية، وسوف تستفيد منها هذه الدول. إذا أعتقد بأن حتى الذين يقولون أو الذين يزعجهم هذا التحالف، أعتقد بأن بإمكانهم أن ينظروا إليه من وجهة نظر إيجابية، خاصة وأن التحدي الذي ينتظرنا لا المغرب ولا نيجيريا ولا كافة
كافة الدول الإفريقية هو أعظم من التناقضات الشخصية أو المحلية التي تطرأ ما بين الفينة والأخرى في القارة. عطفا على هذه الفكرة دكتور الشقراوي، هناك المحور الاستراتيجي، يجري الحديث اليوم عن المحور الاستراتيجي الرباط أبوجا، وتواصل بين قائدي البلدين، التواصل المستمر ينتظر أن يستتبعه التواصل في مختلف البنيات، يعني على المستوى الحكومة، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى الفاعل الاقتصادي، إلى أي حد هناك عمل كثير منتظر من أجل التحقيق الفعلي لهذا المحور. نعم، مسألة أساسية يجب أن أشير إليها، وأنه ليس هناك محور واحد مثل معروف محور الرباط داكار، محور أيضا المهم جدا محور الرباط نواكشوط وهو مهم للغاية، محور الرباط ليبرفيل، محور المحور الجديد محور الرباط كيغالي، الآن مع تنزانيا، الآن سوف يفتح محور جديد مع أديس أبيبا، إلى غير ذلك، والدول الأخرى السودان وغيرها من الدول المهمة للغاية. هو منطق المغرب المفروض أن فيه منطق التعدد، منطق الاندماج، ومنطق الشراكة. المسألة المهمة الغاية في هذا النطاق وهو أن هذه المحاور بإمكانها أن تدلل مجموعة من الصعاب، لا على مستوى المناطق، على مستوى الجهات، أو على مستوى مجموعة من التناقضات التي قد تفرض نفسها على مستويات الاندماج الاقتصادي. وبالتالي فالتفاهم ما بين دولتين على مستوى هذا الحجم الاقتصادي، ما بين نيجيريا تقريبا 400 مليار دولار، والمغرب الذي حقق مثلا في سنة 2014 ما بين 115 و117 مليار دولار في هذه السنة، نظرا لمجموعة من الظروف بحسب نتائج البنك الدولي حوالي 100 مليار دولار، وحتى بعض الإحصائيات المغربية تتحدث عن حوالي 926 مليار درهم، تقريبا حوالي 100 أو 100 مليار وشيء. هذا سوف يؤدي بالضرورة إلى ضرورة التفاهم فيما بين الدولتين، وبالتالي فهذا المحور ليس محورا استراتيجيا ضد أحد، بل هو محور استشرافي أكثر منه تكتيكي. ويجب هنا أن نشير إلى خطاب الملك في داكار، حيث قال بأن الأمور ليست تكتيكيا وليست حتى استراتيجية، بحكم أننا بدأنا ننظر إلى أفق العلاقات على مستويات أبعد من 25 سنة، وبالتالي بإمكاننا أن ننظر الآن إلى مستقبل القارة الإفريقية، هو مصير القارة ما يزيد عن 50 سنة فيما فوق، لأن الحديث عن مستويات تكتيكية أو استراتيجية وهي التي ترتبط بالمحاور المقتصرة هي في الحقيقة سوف تكون مبادرات متجاوزة، لأن التفكير الاستراتيجي هو أصلا هو تفكير متجاوز في لحظته. دكتور، أنا يعني أعيد طرح السؤال بصيغة أخرى، والمتصل بحتمية تنزيل يعني منطق المحور وتنزيله في تفاصيل العلاقات بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية، من حيث انخراط الفاعل الحكومي، الفاعل السياسي، الفاعل الاقتصادي، المجتمع المدني، حتى نتمثل فعليا هذه المحاور وتثمر على كل الأصعدة. نعم، وهو ما يتم حاليا. أولا هناك حضور شخصي للملك على مستوى هذه العلاقات البينية، هناك حضور شخصي على مستوى العلاقات البينية ما بين رؤساء هذه الدول والملك، هناك حضور حكومي على مستوى التوقيعات التي تمت والمعاهدات ما بين المؤسسات الحكومية المغربية والمؤسسات الحكومية لهذه الدول، هناك تواصل على مستوى القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين، وهناك أيضا اندماج للقطاع البنكي والمصرفي والتأميني المغربي المهم، والذي يعتبر من أول أو ربما على مستوى المرتبة الأولى على مستوى الدعم وعلى مستوى التسيير المصرفي في القارة الإفريقية، وهو إطار أيضا مرتبط بمجموعة من المناطق المصرفية والمالية على القطاع الدولي، يا إما باريس، لندن أو نيويورك، وأيضا غيرها ربما مستقبلا بعض الدول الأسيوية في المستقبل. أعتقد بأن كل هذه الأمور تسير في هذا النطاق، على مستوى تعدد الشراكة، على مستوى اندماج هذه الشراكة في إطار اقتصادي مندمج على مستوى القارة، وبالتالي ضرورة تحدي مجموعة من التحدي أو تجاوز مجموعة من التحديات على رأسها التنمية المحلية والأمن الغذائي للقارة الإفريقية. الدكتور خالد الشقراوي، أنتم مدير مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، شكرا جزيلا لك. شكرا على سيدي. كل هذه الإيضاحات مسائية ميديا إن تي في متواصلة، مشاهدينا بعد قليل يلقاكم الزميل عبد الله جعفري في فقرة رياضة اليوم، وعلى رأس الساعة تكونون على موعد مع لينا علوش في موجز لأهم وآخر الأنباء، في رعاية الله.